نواصل مع التمرين رقم 23. التمرين 23، أعد كتابة كل من العبارات بإضافة كل إشارات العمليات غير الظاهرة. إذن الآن ماذا سأضيف؟ سأضيف علامة إكس هنا، والبي سأضيف علامة إكس هنا، وهنا سأضيف علامة إكس، وهنا سأضيف علامة إكس هنا، وعلامة الضرب هنا. أما بالنسبة لهذه في الحقيقة هذه وهذه فيها فكرة، تستطيع أن تتركها كما هي، كما تستطيع أن تظهرها. x مكعب هي x في x في x، و x مربع هي x في x. ماذا تكون هذه؟ تكون 2 في x في x، وتنزع الأس هنا. وهنا ماذا يكون؟ يكون x في x في x 3 مرات. هذا بالنسبة للحل الشفوي الذهني. لو أردنا أن نكتب لا بأس، نستطيع أن نكتب. ننقل السؤال هنا، ننقل السؤال بالنسبة لألف 7x، أظهر علامة الضرب. وهنا 2x زائد y، أظهر علامة الضرب. 1 ناقص 3x، أنقلها وأظهر العلامة المطلوبة. هذه أظهر الإشارات المطلوبة، هنا إشارة وهنا إشارة. بالنسبة لهذه كما قلنا حالة خاصة، يمكنك أن تظهر هذه فقط، ويمكن أن تفصل في الجواب. تقول x في x في x، 2 في x في x، وهنا x مكعب. تستطيع أن تتركها كما هي، كما تستطيع أن تفصل في الإجابة وتقول x في x في x، تظهر إشارات الضرب المختفية. إذن ملاحظة مهمة، لا توجد بها إشارات، هذه الأخيرة لا توجد بها إشارات تظهر. وإن شئت قلت توجد، كما شئت تقول توجد أو تقول لا توجد، لأنها وحيدات حد، هذا وحيد حد وهذا وحيد حد. المطلوب إظهار الإشارات هذه، وليس المقصود إظهار الإشارات هنا. فقط. إذن الجواب النهائي هو هذا. انتهى حل التمرين، والجواب النهائي هو هذا.